قال المصنف: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. وهذه الفضيلة قال ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة بخديجة، ما نالتها امرأة غيرها، يعني ما في امرأة قرأ الله تعالى عليها السلام إلا خديجة. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب. وأيضا هذه من البشريات العظيمة لها رضي الله عنها. وخديجة كما تقدم معنا هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، وبالمناسبة هي عمة الزبير ابن العوام، لأن الزبير أبوه العوام ابن خويلد، العوام ابن خويلد ابن أسد، وهي عمة حكيم ابن حزام، لأن حكيم أبوه اسمه حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، فهي عمة الاثنين دي. طيب، قال: هي أول امرأة تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد عليها حتى ماتت. وعاشت معه كم؟ كم عاشت؟ ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر عمره كم؟ ثلاثة وخمسين، عمره 53 هاجر، وتزوجها كم؟ 53 لما نشيل منها 3 فضلت 50، وتزوجها عمره 25، إذا عاشت معاه كم؟ ها؟ ليه؟ كم؟ الثلاثة ليه ما تحسبوها؟ 25. طيب، بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ماتت تزوج سودة بنت زمعة. والمصنف ما ذكر في الكتاب ده خالص الأزواج بالترتيب، نحن نذكرهم بسرعة عشان تبقى المعلومة دي معانا أول ما تجي في أي قصة من القصص، يعني ذكر لواحدة منا إن نكون عارفينها. بعد خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. سودة يعني كبرت في السن وخافت إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، عشان كده وهبت يومها لعائشة، قالت له: بس أنا داير أكون يعني عندك وحتى يومي ما داير. فهي اللي وهبت يومها لعائشة وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة حفصة، عفوا تزوج عائشة، وهي البكرة الوحيدة من زوجاته. تزوج عائشة وتزوجها، العقد كان عمرها 6 سنوات كما قال ابن حجر، وأورد الأثر البخاري في الصحيح عمرها 6 سنوات، وبعد ذلك دخل عليها وهي ابنة 9. طيب، وقالوا فيها كلام كثير في المسألة ذاتها، ونحن حنجيب إن شاء الله قدام لما نجي لشيء من سيرتها.
بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وعمر بن الخطاب أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وتزوج ابنته حفصة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية الهلالية، زينب الهلالية لأنه عنده اثنين زينب، زينب بنت جحش الأسدية وزينب بنت خزيمة الهلالية، ذي الاثنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زيانب اثنين. أما الأولى الهلالية بأول امرأة ماتت والوحيدة اللي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد ما تزوجها بشهرين فقط. دي نمرة كم يا أخواننا؟ بعد بي خديجة كده نمرة خمسة مش كده؟ طيب بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، ولاقانا أخوها قبل كده منو؟ عبد الله ابن أبي أمية في قصة موت أبي طالب، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وزوج له عمر رضي الله عنه لأنه هو في الحساب زي ما نقوله هلنا في الحساب ود عمه، لأنها هي مخزومية ولا هي من بني عدي، وهو عمر رضي الله عنه عدوي، فزوج عمر بعد وفاة أبي سلمة. ووفاة زوجها ده يعني كانت فيه قصة عجيبة جدا، وكان رجلا تقيا ودينا ومحسنا لزوجته جدا، حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وقال يا ربنا بدلك خير، فقالت بس إيمانا بالله ورسوله، لكن في نفسها قالت ومن خير من أبي سلمة، فالزواج النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا عوض، وهو خير من أبي سلمة ومن الناس جميعا. طيب بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ودي بنت عمته أميمة قابلتنا، عشان كده نحن لما نذكر العمات كلهم مع بعض الأعمام الزوجات بعدين ثاني بنقدر نربط المعلومات مع بعض. دي بنت عمته اللي اسمها منو؟ أميمة، عمة أميمة بنت عبد المطلب، وهي التي كانت تسامي عائشة، كانت صاحبة فضيلة وتساميها، يعني شو؟ يعني كانت ترتفع معها في المنزلة. طيب وهي اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة من جواريه، عنده أربع جواري، واحدة من الجواري أهدت له زينب. طيب بعدها تزوج نمرة كم؟ ثمانية، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، دي من بني المصطلق من اليمن، بعد غزوة بني المصطلق طلعت هي في السبايا، ولما طلعت في السبايا طلعت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس، أو من نصيب ود عمه، ويعني هي قصتها جميلة جدا، ونذكر منها حاجة بسيطة. لما طلعت من نصيب ثابت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على الكتاب، لأنه بكاتبوهم الصحابة كان عندهم إنه أي واحد من المماليك والموالي طلب الكتاب إنه يكاتبوه، يعني يتعهد بخدمة معينة أو مبلغ معين عشان يفكوه. فأسرت وأسر معها أكثر يعني من 100 أسير، بل 100 بيت من بني المصطلق، 100 بيت من أهلها،
ودويرية هي بنت الحارث ابن أبي ضرار، والحارث أبو ودا سيد بني المصطلق. كانت بتسيد القبيلة كلها، وكانت من أجمل النساء. قالت عائشة رضي الله عنها، ودي من القصص اللطيفة اللي فيها يعني غيرة الصحابيات وفي نفس الوقت إنصاف ويعني جمال طبعهم. قالت كانت امرأة حلوة جميلة ما رآها أحد إلا أخذت بنفسه. ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فوالله ما إن رأيتها عند باب حجرتي، ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، قالت حتى كرهتها. طوالي كده أول ما شفتها قالت عند باب حجرتي، قالت كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيته، يعني من جمالها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا ابنة الحارث ابن أبي ضرار وابنة سيد قومي، وجئت أستعين بك على الكتاب. فقال أنا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال أقضي عنك الكتاب وأتزوجك. قالت قبلت. فقضى عنها الكتاب وتزوجها. فجاء أبوها، أبوها ما كان من الأسرى برضه، الحارث ابن أبي ضرار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرت ابنتك، خيرتها من أمرين، إما أن تختارني أنا أو تختاركم أنتم. فجاء الحارث إلى بنته قال لها إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت إني أختاره هو. قال والله لقد فضحتنا. فهو منتظرة تختاره عشان يسوق ويمشي بها هذا. قالت له أنا اخترت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد فضحتنا. ده أبوها. فبعد ذاك يعني أول ما يعني جعل عليها الحجاب وأخبر إنه تزوجها، أي بيت من بيوت، في كان 100 بيت من بيوت الصحابة فيهم أسرى من بني المصطلق، فقال الصحابة هؤلاء هم أصهار رسول الله، فأطلقوا جميع الأسرى كلهم فكوهم. سيدة عائشة قالت والله ما رأيت امرأة أبرك على قومها منها، فكوهم كلهم. وهذا من إنصاف السيدة عائشة رضي الله عنها، مع أنه أخذت الغيرة. بعدها تزوج أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب أخت معاوية. عشان كده إحنا لما نقول معاوية خال المؤمنين، ها، لأنه أخت شنو؟ هي أم المؤمنين. وبعدها تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب. صفية بنت حيي ابن أخطب، وحيي ابن أخطب من سادات اليهود، وهو حفيد لهارون أخي موسى عليه السلام. عشان كده قالوا عنها هي ابنة نبي وزوجة نبي رضي الله عنها. ثم تزوج آخر النساء ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. توفي ومعاكم 9 نسوة، وكان يقسم الليلة ل8 منهن عدا سودة.